السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في عدد جديد من الحصة تاعنا، كلمة حق حصة تاعنا اللي بديتوا توالفوا عليها. ورمضان قاعد يمشي ويمشي ويمشي والأيامات قاعدة تعدي، دونك بديتوا توالفوا على الحصة، بدينا نوالفوا عليكم. وش هو؟ كان واحد الموضوع الناس الكل يقولوا لي يا لطفي دبر راسك، هذا الموضوع لازم تحكي عليه. الناس الكل متفقين باللي يا لطفي بالك تدير الحصة تاع كلمة حق وما تحكيش على هذا الموضوع، وكأنه قلوب الناس كلها معمرة. وشي هو الموضوع؟ وشي هو الموضوع؟ مهم جدا وتريز امبورتون، وشاك فوا نديروا صبر آراء الناس يروحوا لهذا الموضوع. احكي لنا على هذا الموضوع، احكي لنا على هذا الموضوع. دونك نخليكم افيك ان بتي في تيار، يعني روبورتاج صغير، ونبعثوا ليكيب تاعنا يهودوا في التيران ويمدوا الميكرو ويسألوكم على الموضوع هذا، وراح تجاوبوهم انتم على الموضوع هذا، ومن بعد نوليو. لي ريسبونسابل في البلاد تاعنا هذه ما كانش خلاص، ما لي ريسبونسابل لازم واحد تعرفو باه يوصلك لي ريسبونسابل هذاك، باه يوصلك ليه لازمك معرفه. كيما انا دوكا عندي دوسي، راه نتفاوه الدوسي، دخلت قال لي لازمك معرفه، لازمك تعرف واحد لهنا، واحد طالع في الكراد، واحد كيما هكا ما كانش. انا في رايي ما كانش مسؤولين في الجزائر. منين الدور؟ الدور اللي تروح ليه هذه هي دوما اللي تروح ليه، عندك معرفة تفوز، ما عندكش معرفة ما تفوز، ما تكسرش دماغك. مسؤولين ما مشي لعبوا بدور تاعهم، كان حتى نتيجة بيقول 50 سنة من اللي على الاستقلال، ما شفنا حتى نتيجة. حاب يقول نتيجة في الميدان لا والو، ابار سا كاين شي امور داروها شغل لازم يديروها، ابار سا الشيء الصح اللي لازم يديروه ما داروه. باغ اكزومبل كما الازمة تاع الساكن، ازمة تاع البطالة، هذوما صح ديجا قارم، ديجا قارم قاعدين كاين خدمان ماتور حوس سيهم كاع عام ديجا سيهم كاين خدمان يقولوا ما عندهمش ضمير ينبهم هكا باه ديروا كاع الناس سوا سيام. المسؤولين بصفه عامه حاشا كما يقول لك كاين رجال حاشا الصلاح سما لا بريبار ما غاديش يخدموا بالعداله، كاين كاع يقبضوا شواق، كاين رجال كاين ما كاينش اللي يخدم، كاش اللي يخدم كورة كتير مو. دونك فهمتوا الموضوع وشي هو؟ المسؤولين، المسؤولين تاع البلاد راي الناس كل قلبها معمر على المسؤولين. يا خويا دير لنا حلقة على المسؤول، اهدر عليهم. وانا والله ساعات نخاف نهدر عليهم نولي نقطع ونقول لا ما نديرش، زيد يجيو يقولوا لي دير دير دير، نحاولوا نحكيو ومع المسؤوليه، ويعني شروط المسؤوليه وش هي المسؤوليه، باش ما نقطعوش في الناس وباش ما نفونجيوش. فوالا المهم سكي يسير، كيما قلت لكم سك الناس قلوبها معمره، ومحتاجين الحصص كيما هذه، محتاجين الحصص يهضروا لنا صح على مشاعر الشعب. دونك اليوم حنحكيو تخيل المسؤوليه وش هي المسؤوليه. لما تسقسي اي واحد يعني وش هي ديجا اصلا المسؤوليه، يقول لك يترجمها في فرنسي وشي يعني ريسبونسابل، مسؤول يعني ريسبونسابل. والله صدقوني يا ناس غير هذه ترجمة غلطة. ريسبونسابل هي كلمة بصح لما تسمع كلمة مسؤول، مسؤول عمالك شي لو فون تاعها وش راك مسؤول فيها كلمة سؤال، راح يسقسيوك راح تتحاسب عليها اصلا راك مسؤول. شفتي كي واحد يقول لك راك مسؤول على الشيء الفلاني، مسؤول يعني راح يعطيوك مهمه وتتحاسب ويسالوك عليها، هذا هو مبدئيا. كي تقول ريسبونسابل ما كانش راك معنى المسؤوليه، مسؤول يعني راح يحاسبوك، هذه في بلادنا راحت. مسؤول شكون حيحاسبني انا؟ انا اللي نحاسبكم. وهي لا يا جماعه، ما دام الاسم مسؤول الشعب يحاسبك، المواطن يحاسبك، ربي سبحانه يحاسبك مدامك مسؤول. لكن حكمت التيتر تاعك مسؤول، ثم تقبل انه الناس تحاسبك على الوظيفه اللي مدوها لك. وانا نتفكر واحد الحادثه صارت، ولي العهد السعودي كما نقولوا احنا الرئيس تاع الرؤساء تاع الامير تاع الامراء تاعهم، خطره قاعد وقاعد يشوف الحج ويشوف الغاشي كبير، ملايين ملايين 3 ولا 4 مليون الحجاج غاشي. هو جاتوا العزة ديك تاع شو الغاشي والله يبارك في الحج في بلادي وكلش، كان بحدا واحد الشايب عالم كبير قال له يا سي الولي، قال له شفت الناس هذوما كل؟ ويقولوا نعم شيخ. قال له الناس هذوما كل
كل واحد راح يتحاسب على نفسه. قال له نعم ايه ايه يا بابا صح، كل واحد يتحاسب على نفسه. قال له غير انت يا سي الولي تتحاسب عليهم الكل. برد برد سيد، الناس الكل كل واحد يتحاسب على نفسه، صليت ما صليتش، قريت ما قريتش، خدمت ما خدمتش، دعيت ما دعيتش، بينك وبين ربي. أما المسؤول يتحاسب على الناس كل، هو مسؤول عليهم. نصبت نفسك مسؤول تتحمل المسؤولية. على ديك لما نشوفوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قلنا ده شهر عمر الله يبارك. عمر بن الخطاب كان يجيب الناس يوقفهم، وقفوا هدما لي كونديدا اللي حيتحطوا، وداك والي وداك مينيستر وداك وداك وداك، يوقفهم عمر بن الخطاب وهما خايفين، خايفين من المسؤولية. لما يقول واحد انت راح تخدم والي مثلا على البصرة ولا على الكوفة ولا والي في بلاصة من البلايس، يصفار واللي معاه عم بالك وش يروحوا يعزيوه. والله يا جماعة يروحوا يقولوا له معليش ودي دنيا واصبروا عم بالكم. وعلاه؟ خطك واحد كي يحكم مسؤولية يضيع حياته ووقته كلش في المسؤولية. الرقاد ما بقاش يرقد، ماكلة ما بقاش يأكل مليح، لبسة ما بقاش يلبس مليح، ما ترقدش عينه. حتى أنه ناس يقول لك المسؤولين اللي يحطهم عمر يا إما يموتوا من العياء إرهاق سرمناج يموت، يا إما يمرض يطيح يتاكو ماتو تلما صباح وعشية في الليل يخدم يحبسش. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني شك جزء من يدك راك مسؤول. يعني لما عمر يقول له أنت راك مسؤول طلق الدنيا يا من عاش راح. للأسف احنا في بلادنا لما واحد يولي مسؤول طلع في انتخابات ولا عم بكش نقولوا له مبروك مبروك تهنيت الحمد لله يا ربي تهنيت من الميزيرية، جاء وقت الراحة وتعبت انت حياتك كامل، دركا جيت راح تولي مسؤول راح ترتاح وتربوزي وتاكل مليح، واش طلعت برلماني الله يبارك عندك هذه 30 مليون تاع لاباي تربوزي بها تمروح بها ساعة سخانة تهز المساكات هذوك تمروح بهم، عندك 5 ملايين تاع الماكلة بيان سور لازمك تاكل، زيد لها فوق 30 والخمسة هذيا ربعة ولا 5 ملايين تاع الكرا، لازم تسكن في مكان محترم، لازم يكون مرتاح فيه لاكليم فيه بارابول فيه كرون بلازما، لازم 5 ملايين أخرى هذه فوق 30 يا جماعة، الناس ما يحسبوا غير 30، 5 ملايين أخرى تاع لي زونيتي هي اون سي جامي دوك تتمعشق ولا حاجة يزيدوك لي زونيتي، زيد لك 5 ملايين وهي رايحة. تسمى وش يطلع واحد مسؤول مبروك تهنيت خرجت من الغرقة، زيد لها فريد ميسيون ولي ترونسبور وكشما شوفار وكشما. ها يا جماعة المسؤولية ولات رمز الراحة، وليت راك مرتاح تهنى راك انتيك راك بيان، ولي وصل المسؤول يباركولو. كانت شفاو يا ناس كانت شفاو بوضياف الله يرحمه نهار يرحولو مش باه يولي ديبوتي حيعطيولو رئاسة الجمهورية تولي رئيس، قالهم لا خلوني خمم. تخمم الناس عاد ديبوتي كلات رواحة، ناس قريب تخنق راحة بالكرافطة هذيك، الناس راح تموت، ديبوتي ديبوتي نطلع. هو بوضياف كان يعرف قيمة المسؤولية ربي يرحمه. دونك بوضياف كي قالوا له هاك تحكم المسؤولية قال لهم خليني نخمم. بوضياف ما كانش خايف من الموت يا جماعة، بوضياف نورمالمون عم باله بروحه مات وقت الثورة، ولما ماتش وقت الثورة نورمالمون مات ورا الثورة كيما بكريم بالقاسم، بس خلاه ربي الميسيون واحدة أخرى اللي كملها على خير. دونك بوضياف ربي يرحمه كان يعرف قيمة المسؤولية، فخمم خمم خمم وبهمد القرار تاعو. احنا نشوفوا في الناس اليوم يا جماعة تجري تجري، وصدقوني الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا كيجيوه ناس عم بالكم نحبش نحكي الأحاديث اللي يقولك حصة دينية، يحبوا الرسول ألفا من الأعوام مالك أمره متنعما فيها بكل نفيسة
كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان ذلك كله بأن يفي بمبيت أول مرة في قبره. مهما عاش الإنسان قل يعني يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. آدم جاءت لحظة الفراق فمرض سيدنا آدم، فقال لزوجه حواء لقد اشتقت إلى ثمار الجنة. فجاء أبناؤه وقالت لهم أمهم إن أباكم اشتاق إلى ثمار الجنة. فذهب أبناؤه ليبحثوا لأبيهم أو ليجلبوا لأبيهم ثمار الجنة. فبينما هم يسيرون إذ يأتي فوج من الملائكة ومعهم الفؤوس والمسحات ومعهم المعاول. فقالت الملائكة لبني آدم إلى أين تذهبون؟ قالوا لقد اشتاق أبونا آدم إلى الثمار، ثمار الجنة، ونحن ذاهبون لنجلب له هذه الثمار. فقالت لهم الملائكة إن أباكم قد مات في هذه اللحظة فعودوا. فلما عاد الأبناء مع الملائكة وجدوا سيدنا آدم قد جاءته سكرة الموت وفارق هذه الدنيا. يعني ذاق سيدنا آدم الذي خلقه الله بيده ذاق مرارة الموت. فبدأ الأبناء واقفون والبنات واقفات والأم حواء واقفة، ماذا يصنعون؟